ندوزو الان للتمرين الثاني اكزرسيس 2 وعندنا 12 نقطه هنا. اذا كومبليت لي زيكريتور سويفونت، غادي نكملوا هاد الكتابات. هادو هما كتابات كسريه، لاحظوا القصور المتساويه. اذا عندي 5 على 3 يساوي 10 على شي عدد. اذا هنا غادي نسول راسي شنو درت من 5 باش ولات لي 10. اذا ضربتها فين؟ في 2. كذلك العدد اولا البسط ضربناه في 2، كذلك المقام خصنا نضربه في 2. اذا 3 في 2 كم يساوي؟ يساوي 6. اذن 10 على 6. عاوتاني هنايا هاد 6 هادي شنو درت لها باش حصلت على 18؟ شنو درت لها؟ ضربتها في 3. كذلك 10 خصني نضربها في 3. اذا 6 في 3 تساوي 18 و10 في 3 كتساوي 30. دابا هاد 30 شنو درت لها باش حصلت على 15؟ قسمتها على 2. اذا 30 قسمتها على 2، كذلك 18 خصني نقسمها على 2. اذا 30 مقسوم على 2 كتساوي 15، و 18 مقسوم على 2 كتساوي 9. اذا الجواب هو 15 على 9. مروا للتعبير الثاني. عندنا 7 على 6 يساوي شي حاجه على 18. هنايا عندي في المقام 6 وهنا في المقام 18. اذا شنو درت من 6؟ ضربتها في 13، اولا ضربتها في 3 عفوا. اذا انت كذلك 7 ضربها في 3. اذا 6 ضربتها في 3 عطاتني 18، كذلك 7 غنضربها في 3 تعطيني 21. هنا 21 شنو درت لها باش عطاتني 36؟ ضربتها في 3. اذا هنا 21 شنو درت لها باش حصلت على 63؟ ضربتها في 3. كذلك 18 نضربها في 3. اذا 18 ملي غنضربها في 3 غادي نحصل على ماذا؟ على 54. 54 شنو ندير لها باش نحصل على 6؟ نحاول نقسمها على 9. و 63 كذلك غنقسمها على 9. اذا 54 مقسوم على 9 كتعطينا 6، و 63 على 9 كتعطينا 7. الجواب هو 7 على 6. دوزو لا دوزيام كاستيون. كومبار لي دو فراكسيون دون شاك كا. هنايا في كل حاله غادي نحاولوا نقارنوا الاعداد الكسريه. لهنا عندي 7 على 6 اي 9 على 6. 7 على 6 و 9 على 6، لاحظ شنو عندنا هنايا؟ 7 على 6 اي ماذا؟ 9 على 6. عندنا نفسه ماذا؟ عن المقارنه فيها ثلاثه ديال الامور. مقارنة عددين لهما نفس المقام، مقارنة عددين لهما نفس البسط، ومقارنة عددين عندهم مقامات مختلفة وبسط مختلف. إذا هنا في الحالة ديال مقامين متساويين اش كنديرو؟ المقام موحد هو 6، إذا غنقارن ماذا؟ غنقارن البسط، يعني نقارن بسطيهما. أكبر بسط هو أكبر عدد. إذا 7 هنايا و 9 هنا، 9 أكبر من 7، وبالتالي بالتالي 9 على 6 كبر من 7 على 6. صافي. ندوزو هنايا عندنا 4 على 7 اي 4 على 5. هنا 4 على 7 اي 4 على 5. هنا عددين كسريين لهما نفس البسط 4 4. اذا منين كيكون عندنا عددين كسريين لهما نفس البسط وبغيت نقارنهم شنو غندير؟ كنقولوا لديهما نفس البسط، اذا نقارن مقاميهما اكبر مقام واصغر عدد. اذا العكس ديال الفوقانيه. إذا هنا 7 وهنا 5، 7 أكبر من 5، إذا كانت 7 أكبر من 5 إذا هذا هو الكبير. إذا 4 على 7 وهنايا 4 على 5 أكبر من 4 على 7. صافي. 11 على 21 إي 7 على 3. إذا 11 على 21 هي 11 على 21 إي 7 على 3. إذا هنا خصني نوحد المقام، لأن علاش؟ لأن عندي عددين كسريين مختلفين. لأن 3 فين غنضربها باش تعطيني 21؟ في 7. كذلك 7 نضربها في 7. إذا غنحصل على ماذا؟ إذا هنا 11 على 21 إي 7 على 7 هي 49. 49 على 21 غتولي لي شنو؟ غيوليو لي عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا غنقارنو شنو؟ غنقارنو 11 مع 49. 49 كبر من 11، وبالتالي 49 على 21 كبر من 11 على 21، يعني 7 على 3. 7 على 3 كبر من 11 على 21. نعم. ندوزو لا كيستيون سويفونت. تابعوا معايا دائما. كيستيون سويفونت عندنا كالكول اي ريدويز سي سي بوسيبل لا فراكسيون اوبتونو. دونك هنا غادي نحاولوا نوحدوا المقام ونحسبوا. اذا 5 على 3 زائد 1 على 6، اش غنديروا هنايا؟ توحيد المقام، المقام واحد هو 6. اذا سانطلق من 3 باش نحصل على 6. إذا واحد هنا المقام واحد على ست هو 6. علاش؟ لأن 3 يمكن نحصل على 6 انطلاقا منها، نضربها في جوج، كذلك البسط نضربو في جوج، هي إذا 5 في جوج 10، 10 على 6 زائد 1 على 6، شنو غندير؟ نحتفظ بمقام واحد هو 6 ونجمعو البسطين 10 زائد 1، إذا هي 11 على 6،
11 على 6 ما يمكنش نزيد نريدويز. نعم دوزو البي، بي عندنا 1 على 11 زائد 21 على 11، هنا عندنا ديجا المقام موحد، اذا كنستنتج ديريكت نحتفظ بمقام واحد ونجمع البسطين 1 زائد 21 بالتالي هي 22 على 11، 22 على 11 هي 2. نعم هي 2. دوزو سي، 9 على 4 ناقص 1 على 3، هنا خصني نوحد المقام، مقام واحد هنايا هو ضرب 4 في 3، 4 في 3 هنا 9 في 3 ناقص 3 في 4 و1 في 4. نعم اذا 9 في 3 27 على 12، هنا 12 4، اذا نحتفظ بمقام واحد و12 ونجمع ونطرح 27 ناقص 4، 27 ناقص 3 ناقص 4 هي 23، 23 على 12. نعم الدي عندنا 3 على 8 مضروبة، هنا عندنا الضرب، اذا الضرب ديال العددين كسريين شنو هو؟ وضرب البسط في البسط والمقام في المقام، اذا 3 في 2 و8 في 5، 3 في 2 هي 6 و8 في 5 هي 40، و6 على 40 تساوي هي 6، 6 هي 3 في 2 و20 هي 20 او 40 هي 20 في 2، اذا اختزل ب 2 وتبقى لي 3 على 20 صافي. نعم دوزو العملية الأخيرة هنا، 2 على 5 مقسومة على 3 على 4، إذا هنا عندنا القسمة، القسمة تتحول إلى ضرب، الكسر الأول 2 على 5 في مقلوب الكسر الثاني، الكسر الثاني هو 3 على 4 يولي 4 على 3، ساعتها نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 في 4 على 5 في 3، 2 في 4 8، 5 في 3 15، إذا 8 على 15 هو الجواب. دوزو لا ديغنييغ كيستيون هنايا، تبعوا معايا دايما. كالكول بار دو ميثود ديفيرونت ليكسبرسيون سويفون، اذا غنحاولوا نجزوا هذه العمليه بجوج طرق، 6 على 11 مضروبه في 1 على 6 زائد 5 على 3، هنا اولا نوحدوا المقام بين قوسين، اذا 6 على 11 مضروبه توحد المقام، اذا 1 على 6 زائد ماذا؟ زائد 5 مضروبه في 2 على 3 مضروبه في 2، اذا هنا شنحصلوا على ماذا؟ نحصلوا على 6 على 11 مضروبة في 1 على 6 زائد 10 على 6 هي شحال؟ كتساوي لنا 6 على 11 مضروبة في 11 على 6، كنختز 6 مع 6 و 11 مع 11 غتبقى لي 1. نعم ندوزو للطريقة الثانية، إذا 6 على 11 غنضربوهم بحال غنشر هادي نضربو في هادي ونزيد نضربو في هادي، 6 على 11 مضروبة في 1 على 6 زائد 6 على 11 مضروبة في 5 على 3، 6 على 11 مضروبة في، إذا هي 6 على 66 زائد 6 في 5 هي 30 على 33، هنا غادي نوحد المقام، إذا غنضرب في 2، 33 نضرب في 2 غتعطيني 66، هنا كذا نضرب في 2، إذا 6 تولي لي 6 على 66 زائد 60 على 66، وغادي نجمع، إذا نحتفظ بمقام واحد 66 و 6 زائد 66 هي 66، 66 على 66 هي 1. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالفرض ديال الرياضيات المستوى الاولى اعدادي، خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.